نفسي من حيث المفهوم ومن حيث طرق الوقاية. هذا المؤتمر جاء بتحضير وبرعاية من وزارة الداخلية وبتحضير من مركز وعلاج ضحايا التعذيب. رح يكون معنا في هذا اللقاء ضيفي الأستاذ المدير التنفيذي لمركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب الأستاذ خضر رسرس. أستاذ خضر سعيدين بوجودك ويسعد صباحك. يسعد صباحك وصباح الأخوات والأخوة المشاهدين. أستاذ خضر تحكي لنا عن موضوع المؤتمر اليوم والهدف منه والتحضيرات له كيف كانت؟ نعم، يعني يأتي هذا المؤتمر إتمام للأخذ بعين الاعتبار التوصيات اللي خرجت فيها الجمعية العالمية لمناهضة التعذيب، وأنه كان أبرزها تكثيف العمل ما بين المؤسسات الأهلية، المؤسسات اللي تعنى بحقوق الإنسان، والقطاع العام اللي هو القطاع الأمني الحكومي. بصورة أخرى يعني الهدف طبعا هو أولا الوقوف على هاي التوصيات، إبراز أشكال التعذيب النفسي والآثار النفسية والاجتماعية اللي بتركها التعذيب، التنبه المبكر لهاي الممارسات وتجنب الوقوع فيها. فعلشان هيك المؤتمر جاء من شقين، الشق الأول هو معايير الوقاية، والشق الآخر هو معايير الحماية أيضا لمنع وقوع جريمة التعذيب النفسي ابتداء. العمل مع وزارة الداخلية وبالتالي في يوجد مجموعة أهداف يجب تحقيقها، من أبرز هذه الأهداف طبعا اللي هو الخروج بتوصيات من أجل تشكيل اللجنة الوطنية الوقائية أو اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب، بالإضافة لاتخاذ رزمة من المعايير في أماكن الاحتجاز سواء كانت في القطاع الأمني أو في القطاع الاجتماعي، لأنه الحماية هي ليس فقط للأشخاص المحتجزين وإنما أيضا للأشخاص اللي تحبس حريتهم سواء كانوا في مستشفيات مثلا أو في أماكن رعاية المسنين وغيرها. نعم أستاذ، يعني موضوع المؤتمر هو التعذيب النفسي وطرق الوقاية منه، لو بدنا نبسط هذا المفهوم للمشاهد برسالة منكم كمركز وكأخصائيين اجتماعيين، ما هو المفهوم وما هي طرق الوقاية منه؟ يعني الأساس في الوقاية هو المعرفة والتعليم والتدريب، لأنه كثير من حالات التعذيب أو سوء المعاملة قد تقع عن غير قصد، وبالتالي تترك آثار وخيمة على الضحية وعلى أسرته وعلى المجتمع ككل، لأنه يعني ما نحتاج في هاي المرحلة هو التماسك الاجتماعي، التعاضد ما بين الناس وما بين الأسر. كثير من يعني أنشطة التوعية المجتمعية والتدريب للأشخاص للضباط في الأجهزة الأمنية أو الأشخاص اللي بترعى الناس اللي موجودين في أماكن الاحتجاز مثلا أو نزلاء بيوت المسنين، مستشفى الأمراض العقلية أو غيره، لما بتطلعوا على نوع الممارسات اللي قد تصنف على إنها سوء معاملة أو إنها تصنف على إنها تعذيب، إنه غالبا هذا بيؤدي يعني لتحسين الأداء تبعهم وعدم الوقوع يعني في هذه المحرمات المتعلقة بحقوق الإنسان من الأصل. يعني نعم أستاذ خضر، يقال بأنه اللي بمارس التعذيب النفسي على الآخرين هو كان ضحية بشكل من الأشكال مسبقا وهو بمارس أنماط التعذيب هذا على ناس آخرين، ما رأي علم النفس وعلم الاجتماع في هذا الموضوع؟ يعني ليس كل شخص عانى من التعذيب سيكون مصدر للتعذيب في المستقبل، على النقيض بعض الأشخاص اللي مروا بتجارب مؤلمة يعني يحاذر أن لا يقع فيها الآخرين لأنه بيعرف المرارة تاعتها، ولكن اللي تفضلت فيه صحيح، وإنه بعض الأشخاص اللي مروا بتجربة التعذيب أو تجربة التعنيف خاصة في سجون الاحتلال ممكن تنوجد عنده القابلية لعكس هاي التجارب بطريقة مشابهة على الأشخاص اللي موجودين تحت حيز نفوذه.
هل لديكم نسب أو أرقام في هذا الموضوع، خاصة في موضوع التعذيب النفسي، وخاصة بأنه الشعب الفلسطيني هو شعب يقع تحت الاحتلال، وكل فلسطيني بشكل أو بآخر هو تعرض للتعذيب من قبل الاحتلال؟ يعني إحنا عندنا اللي هي دائرة التوثيق قادرين يجاوبوا على هذا السؤال بطريقة أفضل، ولكن في الواقع الفلسطيني نتعامل مع المسألة بصورة مختلفة. يعني إذا سألتيني عن عدد الأشخاص اللي بتلقوا الخدمات مثلا واللي تعرضوا للتعذيب في سجون الاحتلال، أنا بتحدث عن آلاف. ولكن لو كان حالي واحدة تعرضت للتعذيب في أماكن الاحتجاز الفلسطينية هي مرفوضة أيضا، لأنه إحنا مجتمع، أولا الناس اللي موجودين في القطاع الأمني والقطاع الاجتماعي والمواطن العادي كلنا في خندق واحد ونعاني من ألم واحد، فمن الضرورة بمكان إنه مجتمعنا يكون يعني بكفي اللي بذوقوا من ويلات على أيدي الاحتلال. ولكن أنتوا كسياسة مركز يمكن ما بتتعاملوا مع الأشخاص اللي معنفين من قبل الاحتلال بشكل مباشر كأسرة، ممكن كذوي أسرة، كأطفالهم، كالأطفال اللي بتعرضوا للاحتلال في الطرق، هاي الأمور؟ نعم، وأيضا الأشخاص اللي تعرضوا للاعتقال بعد ما يتحرروا من الأسر كمان إحنا بنعرض عليهم هاي الخدمات، وجزء كبير وبيجوا بيستفيدوا من هذه الخدمات أيضا. طيب أستاذ خضر، أين نحن الآن كفلسطينيين من موضوع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان؟ أول شيء سيادة الرئيس وقع في 2014 على رزمة عريضة من المواثيق الدولية، وهذا بلا شك كان خطوة للأمام وأعطى صورة حضارية لدولة فلسطين. في ديسمبر 2017 وقع الرئيس أيضا على الملحق الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهذا أيضا كانت خطوة إيجابية وكان لها صدى يعني في الأروقة العالمية. إحنا يعني في مرحلة إنه نتجه نحو مأسسة العمل بحيث أنه لا يخضع لوجهات نظر ولا يتغير بتغير السياسات العامة، وإنما تثبيت قواعد لحقوق الإنسان تحمي الإنسان بغض النظر عن التغيرات السياسية أو تعاقب الظروف اللي بمر فيها الناس. إحنا لسنا في مرحلة يعني ندعي فيها الكمال والتمام، ولسنا في مرحلة أيضا من عدم الحراك أو في مرحلة متأخرة جدا، ولكن نسير بخطى نأمل إنها تستمر بهذا الاتجاه حتى نحقق أهدافنا وغاياتنا لوضع إنه يشعر فيه المواطن الفلسطيني بالأمن على نفسه، على ممتلكاته، على سمعته، على عائلته وعلى كل مكونات حياته. أستاذ خضر، شو رسالتكم اليوم للناس اللي بتقدم الخدمة، المختصين في هذا الموضوع، ولمؤسسات الخدمة الاجتماعية؟ يعني أول شيء من الضروري بث التوعية داخل المجتمع، هذا ضرورة يعني حاسمة، لأنه الإنسان أحيانا يقع بالأخطاء من حيث لا يعلم، فلما بيعرف الإنسان إذا وقع في الخطأ بيكون الآن مع سبق الإصرار، وبالتالي من المهم جدا اللي هو نشر حملات من التوعية عن التعذيب، عن أثار التعذيب، عن أشكال التعذيب، عن الأبعاد الفورية والأبعاد بعيدة المدى اللي بتركها يعني هذا السلوك غير الإنساني. أستاذ خضر، شكرا لك على هذه التفاصيل. إذا مشاهدينا، مقدمي الخدمة النفسية والاجتماعية هم شركاء لجميع المؤسسات في بناء المجتمع الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها أبناء شعبنا. كانت هذه نهاية هذا اللقاء، عودة إلى زملاء في الاستوديو.